بسم الله الرحمن الرحيم أنتم معنا في مقرر تنظيم حاسبات 2 ما زلنا في الباب الثالث Memory Organization وفيه نقدم هذا الدرس Chapter 3 Lecture 4 Memory Connection to the CPU انتهينا بالحديث عن الرام والروم ورأينا رسومات للرام والروم السؤال كيف توصل هذه الأجزاء مع المعالج؟ RAM and ROM chips are connected to the CPU through the data and address buses. هنالك موصلين من CPU إلى ال RAM والROM، واحد للداتا، واحد للأдрес. طيب. The lines 1 to 7 in the address bus الخطوط من 1 إلى 7 أو الخطوط الأدنى من الأدرس باس. select the byte within the RAM chip and the lines 1 to 9 select the byte within the ROM chip إذا كنا نريد أن نوصل مع الرام فإننا نستخدم الخطوط من 1 إلى 7 لذلك قلنا أن الرام اثنين أس سبعة يساوي ميه تمانية وعشرين لانه سبعة خطوط تأتي في الادريس بس اما اذا كنا نريد ان نوصل مع الروم فتصبح الخطوط تسعة من واحد الى تسعة لذلك قلنا ان الروم اثنين مرفوع للقوة تسعة يساوي خمسمية واثناشر طيب كيف نختار الرام اذا كان هنالك اكثر من رام The RAM select is determined from lines 8 and 9. طبعا 8 و 9 خطين إذا تشكيلاتهم إما 0 0 أو 0 1 أو 1 0 أو 1 1 إذا كنا نريد أن نختار الرام الأول نختار اللاين 8 و 9 ليكونوا 0 0 هذا يعطينا 0 و 0 1 يعطينا 1 و 1 0 يعطينا اثنين وواحد واحد يعطينا ثلاثة. فإذا هنا عندنا أول رام وهنا ثاني رام وهنا ثالث رام وهنا رابع رام وهكذا. إذا الخطين ثمانية وتسعه هما اللذان يستخدمان لاختيار أحد الرامس الأربعة الموجودة في هذا المثال. طيب كيف نختار بين الرام والروم؟ The selection between RAM and ROM is done through bus line 10 الآن نذهب إلى الخط 10 الخط 10 إذا كان صفراً فنحن نتعامل مع الرامز. وإذا كان واحداً فنحن نتعامل مع الروم إذا كان صفراً نحن نتعامل مع أحد الأربع رامز. وإذا كان واحداً فنحن لا نتعامل مع أي من الرامز وإنما نتعامل مع الروم، وكما قلنا في الدرس السابق، زدات بس of the رامs is bidirectional لأنه يمكننا القراءة والكتابة في حالة الرام، بينما زداتة بس of the روم has only one direction، لأنه في حالة الروم لا نستطيع إلا أن نقرأ لا مجال للكتابة. لنرى شكل التوصيل. memory connection to the CPU هذا الرسم لحاسب فيه أربعة رامز هذا رام 0 هذا رام 1 هذا رام 2 هذا رام 3 وفيه روم واحد كما نرى في الشكل وهذا هو السي بي يو للحاسب قلنا ان هنالك ادريس باس وداتا باس الادريس بس هي من واحد الى ستة عشر هذه لا نز... نحتاج التعامل مع كل البيتس الموجودة في هذا الادريس بس وانما ذلك يتوقف على سعة الذاكرة للحاسب الذي نتعامل معه في هذا المثال نتعامل معا مع البيتس من واحد الى عشرة فقط والبيتس من 11 الى 16 نتجاهلها او نعتبرها اصفارا لذلك لا نوصلها في الرسم إذا نظرنا نجد أن الخطوط من واحد إلى سبعة هذه هي تأتي وتتوزع بين الرامس والروم وتدخل إلى الأدرس بيتس لكل رام كما تدخل إلى الأدرس بيتس إلى الروم وفي حالة الروم نضيف إليها خطين آخرين هما الخطين تمانية وتسعة كما نرى هذين الخطين يضافان الى الادريس في حالة الروم لماذا؟ حتى يصبح الادريس اثنين وستة تسعة بينما نكتفي بالخطوط من واحد الى سبعة في حالة الرامز لماذا؟ حتى تصبح الادرس في حالة الرامز اثنين وستة سبعة هذا يعطينا ميه وثمانية وعشرين وهذا يعطينا خمسمية واثناشر طيب كيف نختار بين الاربع رامز بمعنى متى يتعامل السي بي يو مع الرام 0 ومتى يتعامل مع الرام 1 ومتى يتعامل مع الرام 2 ومتى يتعامل مع الرام 3 هذا يحدث باختيارات تخرج من الديكودر نرى هنا 2 ضرب 4 ديكودر الاثنين التي تدخل الى الديكوتر هي اللاينز 8 و 9 هذه اللاينز كما قلنا لاين 8 و 9 قد تكون 0 0 0 1 او 1 0 او 1 1 اذا كان 0 0 فنختار هذا الاوتبوت فاذا تصل الى هنا اشاره واحد فيفعل الشيب سيلكت 1 وتكون الشيب سيلكت غير مفعله لأنه يأتيها صفر من اللاين عشرة هنا يأتي صفر والصفر لا يفعل الجبس الليك 2 لأنه عليها بار وأنها لا تفعل إلا بالون إذن في حالة الـ 8 والـ 9 0 0 نختار رام 0 وفي هذه الحالة نختار رام 1 وهكذا حسب الأوتبوت output اللي يطلع من الديكودر إشارات الريد والرايت تأتي منفصلة فإذا جاءت إشارة الريد وكان الاختيار للرام زيرو فإننا نقرأ من هذا الرام كيف نقرأ؟ يخرج الداتا أو تخرج الداتا التي تحدد بالعنوان AD7 وتذهب إلى الداتا بص في هذا الاتجاه هذه قراءة وتكون البيانات متوفره في الداتا باس بالنسبه للسي بي يستطيع ان يعرفها او يقراها اما اذا كان الاختيار رايت نريد او نودع بيانات في الرام فحسب العنوان ايضا الموجود في هذه الـ 7 bits تاتي البيانات من السي عن طريق الداتا بس والان اتجاهها يكون الى الداخل لتكتب او لتودع في الرام هذا السيناريو يحدث مع جميع الرامز فقط نعرف مع أي رام يتعامل السي قلنا أن هذا يعرف من مخارج الديكودر طيب متى يتعامل السي مع الروم إذا كان السي يريد أن يتعامل مع الروم هذا يحدد بالخط رقم عشرة هذا الخط رقم عشرة كان يساوي صفر عندما كنا نتعامل مع أحد الرمز إذا أصبح هذا الخط واحد يدخل هنا واحد ويأتي هنا صفر فتفعل الجيب سيلكت تو لأنه وصلها الصفر وأصبحت الريد مفعلة لأنه الروم لا نستطيع إلا أن نفعل له الريد تفعيل الريد يأتي لنا بإشارة واحد هنا إذا we are choosing the room for reading ماذا نقرأ؟ نرى ما هي الأدرس المحددة في هذه التسعة بيت وما هو المخزن في هذه الأدرس المحددة بهذه التسعة بيت فيؤخذ اتجاه واحد إلى الداتا بس ويكون متوفر بالنسبة للسي بي إذا نلخص هذا الكلام يمكن أن يكون هنالك أكثر من رام في الحاسب في هذا المثال عندنا أربعة رام كل رام ب128 إذا عندنا أربعة في 128 هذا بالنسبة للرام زائد هذا يعطي 512 زائد عندنا 512 في الروم إذا هذا المثال سعة الحاسب هي 1024 في 8 كيف 4 رامز كل واحد ب128 في 8 تعطينا 512 وواحد روم ب512 إذا المجموع 512 زائد 512 هي 1024 في 8 storage capacity في هذا المثال الشيب سيلكت يفعل عن طريق مخارج الديكودر التي تأخذ اللاين 8 و 9 بيتس وترجمها أو تفك شفرتها إلى أحد الخيارات من صفر إلى ثلاثة لتحدد أي رام هو الذي يتعامل مع السي بي يو الريد والرايت هي التي تحدد هل نكتب أم نقرأ في الرام بالنسبة للروم يكون الريد هو المفعل ليفعل لنا chip select 1 وتكون الإشارة الواردة من الخط عشرة هي بالواحد حتى تنقلب إلى صفر بهذا الإنفرتر فتفعل chip select 2 ويصبح الروم مفعل وتحدد العناوين الموجود فيها البيانات ب ادريس التسعة بيت ادريس وتؤخذ البيانات الى الداتا بس هذا هو توصيل الميموري مع السي بي يو وكيفية عمله في حالة الرام والروم وإلى اللقاء في الدرس القادم